يبدا الفيديو من الاخر. حنا شعب كيموت على التروبيشه، الحزن والنكد، شعب بكاي. والسلام. اذا كنت اول مره تشوفوا القناه ولا تشوفوني، فما تنساوش تضغطوا على زر صابوني ولا سبسكرايب ولا اشتراك، داك الزر الاحمر اللي كيكون اسفل الفيديو، وتفعلوا جرس اللي كاين حداه باش توصلوا بكل جديد وباش تنضموا للعائله ديالنا. طبعا احلى عائله كنجلسوا مع بعضياتنا، كنضحكوا، كنشطوا، كنفوجوا، كنعاودوا الكيتات. انت كيسميك في الخواطر، حتى كنبغي نمشيو وكيموت شي واحد وتيقول لك يا ربي السلامه غنهجروا. تهجروا انت، انت ان شاء الله اللي غتهجروا انت يا وجه الناس، انت تهجروا. ابتسم ابتسم، والله ما غيزيدك هذا الشيء غير خير، والله القسم حتى الابتسامه ما غادي تزيدك الا خير في خير. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الابتسامه بالمعروف. اشنا هو المعروف؟ هو ان تامر بالخير، باينه محتاجه الشرح. الابتسامه في وجه اخيك صدقه، هذه هي الحل الوحيده اللي حنا ما بغاتش تحفظ لينا. لا حنا ما بغيناش نحفظوها، ماشي ما بغاتش تحفظ، حنا ما بغيناش نحفظوها. كتبتسم، كتبغي دير الخير، كتبتسم، زعما الابتسامه مفتاح القلوب. كتبتسم وكتلقى ان حياتك فيها ربعه تاع الانواع تاع البشر. النوع الاول النوع الثاني واش هذا كيعرفني ولا شنو؟ النوع الثالث لا هو يستاهل نيت الصباح جولي تفو هكي يضحك ربي السلام صبحنا وما ما صبحنا لك مرت. والنوع الرابع اللي غالبا ما كيشكل 0.001% من سكان الارض ارتاح ارتاح مع راسك، رخي العضلات ديال وجهك، ارتاح، ترخى ترخى ترخى. راه فاش كتبغي تبتسم راه 14 عضله اللي كتخدم من الوجه ديالك، 14 عضله فقط. ولا بغيتي تغوبش راه 43 عضله اللي كتخدم، راه شي نهار ينوض ليك الفيسيبس والتريسيبس هنايا هنايا. تكيس تكيس تكيس، فابتسموا فغدا اجمل، خليتكم فرحتوا.